وبالانتقال إلى حمص ينضم إلي أنور أبو الوليد مراسلنا من ريف حمص. أهلا بك أنور، ما هي التطورات أنور بما يخص الاجتماع المفترض عقده اليوم الثلاثاء؟ هل تم أم لا أنور؟ نعم بالفعل كان من المقرر أن تعقد، كان من المفترض أن تعقد الجلسة اليوم كما هو مقرر لها بين لجنة التفاوض من جهة وبين المحتل الروسي من جهة أخرى. الجلسة كان مقرر لها أن تكون في الساعة الثانية من ظهر اليوم، أي قبل قليل، ولكن يعني اللجنة لا تزال ربما هناك ولم يتم عقد الاجتماع إلى الآن. هناك لجنة مدنية توجهت باتجاه معبر بلدة الدار الكبيرة، المكان الذي أقيمت فيه جلسات التفاوض السابقة والتي من المقرر أن تقام فيها أيضا هذه الجلسة. طبعا تأتي هذه الجلسة بعد 24 ساعة من وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه المحتل الروسي والمهلة التي أعطاها المحتل الروسي للرد على عرضه الذي لم يأتي بأي جديد في الحقيقة، حيث يعني عاد العرض الروسي ذاته والذي يخير دائما المناطق المحاصرة بين خيارين قاسيين هما التهجير القسري وخروج العوائل والراغبين بالخروج من المنطقة وتسليم السلاح الثقيل وغيرها من البنود التي فرضت على باقي المناطق، أو الحرب والتصعيد واستهداف المدنيين وقصف المدنيين وبالدرجة الأولى وأحداث المجازر. يعني نعم. إلى الآن لم يتم إصدار بيان رسمي من لجنة التفاوض ولكنها توجهت إلى هناك. اليوم سيكون هناك إعلان عن ما توصلت إليه، وسيكون هناك ربما تحديد مصير المنطقة بالمجمل بعد هذه الجلسة. نعم. فور إصدار أي بيان رسمي من قبل لجنة التفاوض سنقوم بمتابعة ذلك فورا وإطلاع المشاهدين على حقيقة ما توصل إليه القائمون على الأمور هنا في المنطقة. طبعا المنطقة مفتوحة على جميع الاحتمالات، الآن اللجنة خلال هذه اللحظات ربما تكون في الاجتماع مع الجانب الروسي.